نشكر الأستاذة منى المري، يعطيك العافية. الآن أعزائي الحضور، نبدأ الجلسة الأولى لهذا اليوم بعنوان المبادرات الناجحة لرعاية الأطفال. تترأس الجلسة الدكتورة رفيعة غباش، رئيسة جامعة الخليج العربي في دولة البحرين، والتي تحمل درجة الأساتذية في الطب النفسي والدكتوراه في تخصص وبائيات الأمراض النفسية من جامعة لندن، فضلاً عن شهادتي البورد البريطاني والعربي الحاصلة عليهما بالتتابع عام 1990 وعام 1997، إضافة إلى حصولها على شهادتي الأمراض الوبائية والإحصاء الطبي من مدرسة لندن للصحة والطب وطب المناطق المدارية، ودبلوم طب النفسي للأطفال والمراهقين من معهد الطب النفسي بجامعة لندن. وقد تم نشر العديد من البحوث وأوراق عمل ومراجعات الدكتورة رفيعة في الكثير من المطبوعات العالمية المتخصصة. حياك الله دكتورة، وتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرف واعتزاز الحقيقة يشرفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكما قالت الأخت منى المري، دائماً للمرأة ولكل إنجازاتها. ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا المنتدى الذي يناقش قضية هي بالأساس قضية تمكين مجتمع وليس تمكين مرأة فقط. واسمحوا لي في البداية أن أصحح أنني قد عدت للإمارات ولم أعد في البحرين، كانت تجربة جميلة والحمد لله عدت لوطني الثاني الأول الإمارات. حين أتحدث عن تمكين المرأة، فالحقيقة كما قالوا المتحدثات في الجلسة الصباحية أنه كلام ناقص، فنحن لا نمكن المرأة إلا من نمكن المجتمع ككل. وهذه المبادرة من سمو الشيخة منال بنت محمد في جعل قرار وزاري بجعل هناك حضانة لكل مؤسسة تعمل فيها المرأة، ما هو إلا دعم وتمكين للمجتمع ككل. يسعدني اليوم أن أكون بين متحدثات من وطني الإمارات. الحقيقة سعدت أن أنظر إلى السيرة الذاتية وأراهم شيء مشترك بيننا نحن الثلاث، غير أننا من دولة الإمارات، إننا الثلاث خريجات جامعات عربية، فأنا خريجة جامعة القاهرة، وفريال توكل خريجة جامعة الإمارات، وشمس خريجة جامعة زايد. وأود أن أقول القيادات تأتي كذلك من الخبرات والجامعات العربية، هذا تأكيداً على دور التعليم في وطننا العربي. إذا تحدثنا الحقيقة عن التجارب الريادية فهي كثيرة في دولة الإمارات، ولكننا نركز اليوم على تجربة هي وإن كان الحقيقة الحديث فيها قديم ولكن التفعيل لها جديد. وها نحن اليوم سوف نستمع إلى متحدثتين كانوا لهم الرؤية والاستراتيجية والمشاركة في هذه التجربة الريادية. سنبدأ بالحديث مع الأخت شمسة صالح لتحدثنا عن تجربة الحضانات في دولة الإمارات. تفضلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو، أعزائي الحضور، اليوم أنا بصدد عرض تجربة المشروع الوطني للحضانات في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات. طبعا هذا المشروع هو يهدف المشروع إلى تحقيق رؤية مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة العاملة الإماراتية في مجال العمل، وهو يخدم في الحقيقة المرتكز الثالث، وهو تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية للمرأة. هنا نبدأ سريعا عن المشروع. المشروع طبعا هو تنفيذ للقرار الوزاري رقم 19 لعام 2006 بشأن إنشاء الحضانات في الدوائر الحكومية. والمفاجأة في هذا القانون أن دولة الإمارات هي أول دولة في العالم تصدر مثل هذا القرار بشأن إنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية. يهدف المشروع إلى طبعا تعزيز مكانة دبي من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم المرأة ودعم وتمكين المرأة الإماراتية العاملة، ومن ثم الرفع من إنتاجيتها والتقليل من التسرب الوظيفي للمرأة العاملة ولا سيما القيادية منها. وأخيرا لا ننسى دور الطفل هنا مهم. نحن هنا ركزنا في هذا المشروع كهدف رئيسي أن يكون